للمزيد من التفاصيل بتنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة وفاء علي، أستاذة الاقتصاد والطاقة. أهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك استاذه انجي وبالساده المشاهدين الكرام. في البدايه دكتور، احنا بنتكلم عن نسبه نمو في صادرات الغاز المسال بنحو 13% العام الماضي على اساس سنوي. ايه ابرز العوامل اللي ساعدت مصر على تحقيق هذا الاداء وهذا النمو؟ خلينا يا استاذه انجي نقول ان مصر ادركت مبكرا ان الغاز اداه ثقل اقتصاديه وسياسيه واجتماعيه سواء على المستوى الاقليمي او المستوى الدولي، وغيرت معادلة الطاقة الدولية في أسواق الطاقة، وأدركت أيضا أن ديناميكيات العرض والطلب قد تغيرت في السوق العالمي، ولذلك وضعت استراتيجية متكاملة للطاقة المستدامة لها ركائز تساهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية أيضا. وتم وضع آليات ومحاور اشتغلت عليها الدولة المصرية والأجهزة المعنية بتوسيع مناطق البحث والاستكشاف في تأكيد الاحتياطيات المرجحة بها، إن إحنا كمان بدأنا في تعزيز الكميات المكتشفة، زيادة قدرة التسييل، ويمكن حضرتك كنت بتتحدثي عن كفاءة دمياط. معمل الإسالة بدمياط، ومعنى أن تعود صناعة بعد توقف دام 8 سنوات بهذه الجاهزية، إذا مصر تستطيع أن تفعل أي شيء طالما لديها الإرادة الحقيقة. الأمر الثاني، الإسراع في الاكتشافات الجديدة منح مصر فرصة ذهبية لزيادة صادراتها إلى أوروبا بعد مرحلة الاكتفاء الذاتي. احنا وضعنا الحقيقة نصب عيوننا منذ 2018 أن يعني نصل إلى بالملف ده إلى العالمية، لم نكتفي بالاكتفاء الذاتي، وإنما سعينا أن يكون لنا مربع ومربع كبير، وحجزنا رقمنا في معادلة الطاقة الدولية. صحيح، ودي نقطة اللي كنت لسه هسألك فيها يا دكتور، أنه إزاي ممكن مصر تعزز من صادراتها من الغاز خلال 2022 بنتكلم، يعني برأيك إزاي ممكن السوق العالمية تعول على مصر في ملف الطاقة تحديداً؟ إيه أبرز الآليات في هذا المجال؟ مصر الحقيقة يا أستاذة إنجي استطاعت توصيل رسالة للعالم أنها ليست دولة منتجة فقط للغاز أو الطاقة، ولكنها دولة محورية أساسية في هذه المعادلة الدولية. أولا لديها فرصة حقيقية لسوق تنافسية في بالنسبة للاستثمارات، لأنها أدركت مبكرا أن تنوع مصادر الطاقة واستدامتها يحتاج إلى استثمارات كبيرة. إحنا شايفين أن الدولة المصرية عملت على تكثيف الاستثمارات في هذا القطاع اللي جلب حوالي 90% من الاستثمارات اللي دخلت السوق المصري. أيضا انتهجنا انتهاج الحقيقة كان يعني مشرف خلال العام الماضي، أن إحنا انتهجنا سياسة الوعي قبل السعي بالنسبة لنشر ثقافة الاستهلاك في استخدام الغاز أو الوقود بصفة عامة. الأمر الثالث، إن مع الشركاء اللي دخلوا إلى البلاد المصرية للعمل بيها وبالاستثمارات، الحقيقة إحنا تكاتفنا معهم بالآليات اللي عندنا. حضرتك لديك الظهير القوي من الموانئ الجاهز لعملية التصدير، فلا يعني اللوجستيات كلها الحقيقة مؤهلة وجاهزة. الأمر الثاني، إن بدأت تستخدمي أحدث التقنيات العلمية بالنسبة لي طرح المناطق الجديدة على بوابة مصر الجيولوجية، وأيضا عند العمل بدأت تكثفي وجود حفارات من أنواع جديدة، هذه الحفارات بتعمل بأحدث التكنولوجيا العالمية، بدأت تكثفي الاتفاقيات في حفر أبار جديدة، احنا عندنا استراتيجية جديدة لحفر 45 بئر بيبدأوا العام ده، بنبدأ ب 16 بئر جديدة ثم تتوالى على العامين القادمين. كثفتي حجم الاستثمارات حتى عام 2025 ليصل إلى 2.1 مليار دولار. إذا هذا القطاع بيمثل انتعاش حقيقي للاقتصاد المصري، ثم انتقلت به بهذا الملف إلى العالمية. صح. الأمر الثاني، إن احنا بالنسبة للصادرات وعملية التحليل واستخدام هذا الغاز في زيادة قدرتنا أو زيادة المؤشرات الاقتصادية، عايزين لا ننسى أيضا إن هذا الغاز بيساهم أيضا في الصادرات المصرية. صحيح. غير البترولية، بمعنى إن احنا من الصناعات أخرى بتكون المكون الأساسي ليها أو إحدى الركائز هو الغاز اللي بيساهم في صناعات مختلفة. نعم. يمكن الأهمية للغاز المصري كمان يا أستاذة إنجي حاجة مهمة جدا يجب أن يلتفت إليها الجميع. ليست الأهمية في حجم الكميات الموجودة لدينا سواء في البحر المتوسط أو المناطق اللي بيتم استكشافها في البحر الأحمر، ولكن أيضا تقدر الأهمية الموجودة بموقعها على المساحة الجغرافية الكونية في مصر
أهميتها لوجودها بجانب المناطق اللوجستية المجهزة. صحيح، وده طبعا بيسهل المهمة بشكل كبير، وطبعا ربما هذا هو السبب أنه لاحظنا في تهافت من قبل المستثمرين عامة في هذا المجال، والذين ينقبون عن الطاقة على هذه الحقول المصرية والاكتشافات طبعا زي ما حضرتك ذكرتي. على كل حال شكرا جزيلا دكتور وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، على كل هذه المعلومات.